بالنسبه للطاقه المجلده لا حصه ولا اثنين مثل ما وقع في الفضائيات اللي احنا تحرمنا منهم ولا فضائيه ندت لنا مش نعطيهم شهادتنا لانه الحمد لله رب العالمين في العمر هذا انا عمري 82 سنه وربي سبحانه وتعالى منحني مدارك عقليه ولله المنة والحمد كاملة. وإذا كان الإنسان مش نجم يعطي تاريخ على هالتعذيب هذايا ونصدقكم في القول نقول لكم راه فماش إنسان آخر بدون فخر مش يعطيكم تفاصيل النوع هذايا من التعذيب. وماش ما نطولش الأمور هذايا كما قلت طلب مجددات صدقوني. عندما حكمنا ودخلنا السجن برج دخلنا 9 ابريل وداولنا القضيه الوصفيه نعم في نطاق القضيه الوصفيه لا لا في نطاق القضيه الانقلابيه نتاع كيلو 60 ثم اذا كان تحبوا نرجعوا بيوسفيين احنا وصفيين ومش بيوسفيين برقى احنا مناضلين الحركه فهمتي الوطنيه ضد الاستعمار الفلاقه وفينا اللي فهمتي تحكم بالاعدام وفينا اللي هرب فهمتي مشى لل ليبيا وفينا الى اخره. اليوم مش نداولوا الموضوع هذا نتاع التعذيب في المشكل نتاع المحاوله الانقلابيه على بورقيبه. الله يرحمه كما انا دائما ونقول الله يرحمه فما برشا ناس تقول لا ما ترحمش عليه، لا رحم عليه لانه عنده المساوي والمحاسن نتاعو. هذا تو ما عادش نخلطوه ما يهمش. ثم من بعد ما حكم علينا التصريح وقعنا في الزنزانه ليس في المحكمه. كما يعتاد يعني باش يتهرم بعد ما يقع الاستنطاق في المحكمه يصرحوا لك بالحكم هنا لا هزونا ثم ماضي 3 نتاع الصباح جاوا صرحوا لنا بالحكم. تحكمت انا ب 20 سنه انا وزميلي اخر فرد زنزانه عندما خرجت اللي صرحوا لنا بالحكم انا اتكيت على حيط وضحكت. قال عجب تضحك 20 سنه قلت وانا ثالث في القضيه كيفاش ما نفرحش انا ثالث عنصر في القضيه بعد سي عبد العزيز العكرمي محمد الهادي القبسي قدور بن نشر ثالثهما. انا عمري ما كنت متوقع مش يصير علي احكام هكا يعني متوقع الموت يعني لا اكثر من ثالث عنصر ما نمشي يمنع قال عمر عند المولى سبحانه لا اله الا الله عرف وقتاش باش دخلني لهذه الدنيا 19 يناير 33 16 ابريل وهو الوحيد اللي باش يعلم وقتاش باش يخرجني ولا نجم يخرجني منها لا بورقيبه ولا المخلوع ولا اللي جا بعد المخلوع ولا اللي باش يجي بعد المخلوع زاد خاطر هذه كل مشيئة الله والحمد لله رب العالمين كل انسان مؤمن يا يوم بهذايا. التعذيب عندما هزونا الكراكة غير الملح مسلسلين يدينا من التالي واحنا صدقوني كي العلاش اللي بداو هبطوا فيهم الكاميونات لوح فوق بعضه الى اخره والزباين تسنى فينا بالكرافاشات ما نعرف فما تقريب صغار من ولادي ما عرفوش الكرافاش اما هو ربي يلطف علبه نتاع فهمتني نو دو بوف فهمتني ملوي فهمتني ولكن الضربه نتاعو ربي يلطف قبلونا في ذلك التاريخ كلوحونا الى علاج شوف بعضنا وقفونا امام حيط دائما وابدا فما صوره يستحيل كنت تمت يعني تتمحاها من مخيلتي كان معايا اخويا اللي محكوم بالاعدام محمد الجيزه من شده الضرب اللي تلقاه على عينيه بالكرباش عينيه خرجت هكا ولكن ما فقت به الا التالي تصدع وهبطت كل سيء هكا ومات لانه تتك فهمتني والزبائن جاوا وقفوا فيه بالسيف ما نجمش يقف ما كفاش هكاكا دخلونا للسيلونات ثم في فتره من الفترات على سميناها الحقبه هذه واحد اثنين وثلاثه جوان من كل سنه بالايام يعني ثلاث ايام الاجداد مثلناها برجوع الملك الخامس وقت اللي ربح من مدغشقر للمغرب صارت فيها يعني
مطرحات ثلاثة أيام وثلاثة أيام زايدة ماكلة وشراب من دار السلطان. احنا ثلاثة أيام تاعنا ماكلة وشراب كرباش. أقسم بالله ولا مبالغة فيها. الكرباش وقت اللي يهبط على ظهر منه يبشر له الحم نتاعو. يتبشر. وبرا عاد. أنت ما تعرفش ظهرك، باش تشوفه ما عندكش مرايا. ولكن فين تشوف ظهرك في هذا صاحبك. وصلنا لدرجة اللي هز ما عادش يحمل. فهمنا مع بعضنا كنا اللي مثال ينجم يقبل هو هذاك يتحط في لون، ثم اللي ما عادش يقبل وراه، ثم اللي يقبل، ثم الى اخره بالتداول. مش وقت اللي انا لقي ظهري زدت نجم هز ناكل الكرباش، اللي ما عادش يهز يتعدى هكا ضربه هز الكرباش يهبط على الثاني اللي هو مازال ينجم يهز. يعني شوف انا درجه ولينا، اما في الليل في النهار كي نقوم الصباح مش نحيي السورية من فوق بدنا، صدقوني كاني امراه حامل بالصياح. يعني تنصب في الليل على الحم ما تتنحى الصباح الا بشق الانفس. زيد مع هذايا فتره الجوع، صدقوني وبدون مبالغه عامين 8 شهور واحنا في حاله جوع مستمر. جميلة فيها 6 مغارف ماء، مغارفة متاع عيش سفنانية، مش سفنانية، نتأكد مليح ونقول ما هيش سفنانية، عيش سفنانية نعطيوها للرنة، وخبزة ب 300 درهم، هذا في الجميلة متاع الصباح، ثم في العشية 5 مغارف محمص و 3 كعبات حمص، هذوك بات عليهم وتصبح وشوع كافر كما قال سيدنا علي لو كان إنسان راهو كحاهو. احنا وقت الفترة نتاع الجوع هذيك كانت تنجم تفكر لا في بوك ولا في أمك ولا في بنتك اللي خديتها من دار 10 ولا في زوجتك اللي عمرها 17 سنة و 3 شهور وتلقات ما شاء الله من التعذيب في وزارة الداخلية. فهمتني؟ يهزوها باش ترضع بنتي ثم يرجعوها. هذا الكل وقت الفترة نتاع سي باجي قيس ستي وقت اللي كان مدير أمن عام. إحقاقا للحق أنا فما شهادة باش نقولها هي نوعا ما تنجم تكون في صالحه، تنجم تكون مش في صالحه. عندما عيطت جابني من السجن 10 متاع الليل وجابوني الزباين نتاعو فيهم هذا السيد هادي قاسم، صدقني بالعباره نتاعنا مع شويه مبالغه فرده نتاع دم. قبل ما دخلني انا دايم مسلسل التالي وحافي، فهمتني، وحاله يرثى لها كما هو قال لي، قال لي هكا تعجبك حالتك، حالة يرثى لها قدور، تعرفنا نخاف النار وبعضنا من قبل. قال لي وإذا به السيد الزبون اللي دخلني يعطيني زوز كفوف وراني نجوم في الليل مش في القايلة كما المثل نتاعنا اللي نقولوا فيه. هو جعز من المكتب نتاعو وحط يديه، قال له شكون قالك أضرب؟ حل يديه من المنور واخرج. قال هذه إحقاقا للحق زي ما تتقال ما في شيء. قال لي مش تسكت اقعد قدور، قعد. قال مش تسكت سؤال تو فا مريبوندر بار وي او نو، قلت له دون لا مزور دي بوسيبل. قال لي عندك سلاح قدور ولا ما عندكش؟ قلت له نو، ما عنديش سلاح. وانا في ذلك الوقت كذبت، لاني في المعركه نتاع بنزرت هذا وشاهد شاهد من اهلها، وعندي توا تقرير نجم نقراه لكم. سي محمد فرحان شويه التزامات في الوقت، تعدينا المرحله الاخر. اي على خليه يكمل، لا خليه هو يكمل، ما خليه هو يكمل حتى طيب نجموا مره اخرى نعملوها المحاضره. خلي راك سيد سي مبروك، قلت لك راه لازم مجلدات الحكايه، مش تحس امبورتون ولا تعجب. لا خليه تاريخ، هذا التاريخ مش الاجيال الصاعده وقت باش تطلع تقرا تقرا التاريخ الصحيح. صادق. وانا فهمتني اقسمكم بالله ما نقول الا اللي موجود، الا اللي موجود. السيد سعد السيد عميد تكرم وبارك الله فيه، هو السيد المحاضر وعندنا. تفضل سيد. سيرك على السلاح. انا في ذلك الحقبه نتاع معركه بنزرت او نجم نبدلكم تو تقيدوها عنكم تو نقراه لكم بعداش تلقاو العدد اللي قلت لكم عليه استنشيف اندلي فيلو اللي ما يتمحاش. لميت 3756 قطعة سلاح،
بما فيهم 12 دوسات كونتر افيون. انا لميتهم البلاد اللي تلوحوا في وسط في الطريق واللي تلوحوا في الديار واللي تلوحوا في الفروشات نتاع الولاد الصغار اللي قطعوا بالجيران نتاعهم. انا دخلتهم للحومه العربي وسجلت فهمتني الارقام نتاعهم فهمتني وجاوا بما فيهم اللي تسمى بعداش كيما سي عبد الحميد الشيخ كيما غيره كلهم جاوا وخذوا السلاح نتاعهم جاء ربي لانه ما تعرف انسان يلوح السلاح نتاعو المآل نتاعو شنو في المحكمه العسكريه الاعداء واعطيتهم السلاح نتاعهم رجعت لهم كل من الشخصيات الكل 3756 قطعه وهاي هاي قدامي نجم نجبدها لكم وتقراوها انتم بامي عين فهمتني كي لمينا السلاح هذايا مشاو وصلوا له الحكايه لسيد نجم قسنتي قالوا راهو هو عنده سلاح انا جاوبته بكلمه بالنفع قلت له لا ما عنديش سلاح زر بالوقت عيط الشرطي من الشرطي قال له اسمع حطوا له المنور ورجعوه للسجن وهذاك اللي ضربه من حبش يهزه انتم تهزوه فلان وفلان رجعوه للسجن هذا يعني احقاقا للحق مش كل انسان زاد ياخذ نتاعه لكن ما يمنعش في الفتره اللي هو كان مدير امن عام ثم وزير داخليه مش المرؤوس نتاعه ما اديلوش تقرير ويعطيه التفاصيل الكل مثل ما جاء سي فؤاد المبزع وزارنا بعد ما نحاولنا سلاسل بثلاث شهور جاء باش يزورنا في العشره نتاع الليل وفهم مش معناه العشره نتاع الليل وقت ينفتح نتاع القبو 37 درجه تحت القاع تقدر تخدم كنفتح احنا ما نصوروا الا الشر في الحقبه هذيك نتاعنا عمرنا ما نصوروا الخير وقت تخدم فاتح في الليل وعشرة نتاع الليل وتجيب تبدا الزبره فهمتي تخدم فهمتي والسلاسل يتحطوا في الساقين نتاع الناس يبداو بحمد تجاني بعمر بني اللي هما في السجن في السلول الاولاني ثم فما في السبعه ثم الوسط ثم احنا الاخرانيين المرزنين اثنين محكومين عليهم بالاعدام اعفي فهمتي وهبطت الاعدام نتاعهم المؤبد سي حمادي خويا عزيز الله يرحمه مصطفى الماطري وتميم الكامل وعز الدين الشريف اللي عاود هي الكره عام 82 واعدم في ذلك التاريخ ثم الحمد لله احنا خمسه في القبو هذا تصوروا في بالكم البقيه الباقيه كيفاش تبدا مسلسل في حيط صف من هوني وصف من هوني كما تو موجودين حشاكم اللي باش يعمل فهمتي القضيه البشريه نتاعو يلزم يهزك التينات اللي بسمينها التينات نتاع النسخ ويعديها للثاني ثم للثالث ثم للرابع ثم للسابع اللي هو مش يقضي حاجه يعني تعدى على نفسكم ولا هو شيء طبيعي ولا عنا ما فيش حتى شك حتى حيبدا كذا احنا نبداو نحكي ساعه ساعه يعارض يقول لا فك الحكايه الفلانيه راه مش هكا يشارك معنا ولا شيء طبيعي فهمتني مش نحكي لكم على العذاب اللي قلت لكم عليه قبيله تاع الكرباشيات وهذا يعني ثلاث ايام من كل عام احنا نتوقعوهم واحد واثنين وثلاثه جماعة من كل عام هذيك يا سيدي ثلاثة مجدات احنا نعديهم ثلاثة مجدات للكرباش كل عام صور في بالك فك الحالة هذيك ثم الجوع المستمر وقتاش متعنا نوعا ما بالشبعة وقت نقلنا البرج الرومي 37 درجة تحت القاع وكان فما حارس أول سي محمد بريوزة الله يرحمه يجيب لنا ساعة ساعة بالسرقة هاك القدامة نتاع الخبز يفضلوهم المرابيط صدقوني وقت يجينا الرسم نتاع الخبز يفرقوا هنا مع القبيلة هذاك أنا بريوش وأنا قط وأنا إلى آخره إلى آخره كل حد ينجم يوصفه باللي يحبه والحمد لله لقينا نوعا ما شوية فهمتي رجعت لنا الروح مش بدينا نشعر نوعا ما بالفواضل نتاع المرابيط فهمتني هذايا هذه نبذة من التعذيب وقت اللي خرجونا الصادي المدير نتاع السجن سي محمود مرابط اللي وقت اللي شد واحد بالكف حتى عماه المسفيين النهاية نتاعو ربي سبحانه لا إله إلا هو ورهن في الدنيا قبل الآخرة ما زاد هو أعمى في سوسة هذا يتأكدوا منه وتجموا تبحثوا فيه تدين وتدان لآك هو كمان تدين وتدان
فيش هذا يا ربي سبحانه لا إله إلا وما ربك غافل بما عما يعملون هذا كي يعمل شيء هذا راهو مش يلقاو جزاهم في الدنيا ما يقولش اليوم راني يعني منعت والله لما يخلص الدنيا قبل الآخرة ثم عذاب الآخرة كشيء آخر فهمتني مش ما نطولش عليكم قادر باش نعمل ندوة أخرى بطبيعة الحال لذا بالشهادات المباشرة أي أنا كل حاجة ما نزيدش نطول عليكم كل حال هذه نبذة كما قلت لكم من نقطة من فايدة فهمتني وشاب كل اللي عمل إن شاء الله يرتفع له لا أكثر ولا أكثر بارك الله فيكم شكرا في على فهمتني شكرا سي عبد القادر بن نشرت و إذا هذايا هو علاش أثرنا هذه الدعوة سي معنا الشهود كما أكدوا حالة تعذيب مقر اللجنة هو بمكتب 55 شارع خير الدين باشا مو بريزية في مقر مكتبنا وبالتالي احنا أثرنا هذه الدعوة جمعناك لنؤكد حقيقة أن هناك تعذيب كان موجود حقيقة أن هذا التعذيب ظل لفترة طويلة وحقيقة أن هذه الدعاوى بنيت على وقائع وليس على كيد سياسي ليست الغاية الكيد السياسي الغاية هي إرجاع الحق لأصحابه وهؤلاء أصحاب الحق وهذه القضايا رفعت حقهم وهذه اللجنة كونت من أجلهم ومن أجل تونس شكرا لكم سيد العميد أشكرك شكرا جزيلا وأشكر زميلي الذي تفضل يعني ليعطانا من وقته كامل هذه المدة وأشكركم زملائي.